طيب أوقاتكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في صوت اليمن. بالتأكيد شاهدنا جميعا الفيديو الصادم الذي تقوم فيه ميليشيا الحوثي بقتل وسحل أحد الأشخاص الذين ساعدوا هذه العصابة في الدخول إلى عمران وصنعاء. قتلوه وسحلوه بدم بارد، وكأنهم يقولون له هذه نهاية والي عكا، هذه نهاية كل من يترك وطنه ويتعاون مع أعداء وطنه. العدو أي عدو، أول من يتخلص منهم هم من خانوا الوطن وساعدوه، ليس لهم أي قيمة بالنسبة له. فمن ترك وطنه وباعه للعدو يمكن أن يفعل أي شيء. يعني نتحدث بوضوح عن النهاية المنطقية لكل من يتعاون مع أعداء بلده. الحوثي يفعلها بدم بارد ويتخلص من حلفاء الأمس واحدا تلو الآخر، حتى تتخيل أنه يتلذذ في التخلص منهم. بالأمس كان القتيل قشيرة أو مجاهد قشيرة، كان ولي ومجاهد ومن أولياء الله، واليوم بعد أن قتلوه وسحلوه قالوا أنه منافق وأنه قائد عصابة وقاطع طريق وإلى آخر ذلك. قبل أسبوع كان الشيخ سلطان الوروري الذي سحلوه أيضا في الشارع، وهناك قائمة طويلة وأسماء متعددة لأشخاص تعاونوا مع الحوثي وقدموا له الدعم اللوجستي، بعضهم مغرر بهم. المشاركات الفاعلة للبعض حققت انتصارات على الأرض، ولكن إذا بالحوثي يتخلص منهم بطريقة مهينة واحدا تلو الآخر. نحن لا نضع العجلة قبل الحصان ولا نخترع منطقة جديدة للحياة، فقط نتحدث عن منطقة الحياة ذاتها التي يتخلص فيها الحوثي ممن تحالف معه. طبيعي ألا يأمن لهم ولا يقول أنهم يتعاونون معه أو يرتاح لهم أو يكون لهم مهام، لأن مهامهم انتهت بتسليم الوطن إلى الحوثي. ذنب إيران في المنطقة، لن يترك شخصا تعاون معه على قيد الحياة، لأنه لا يريد أن يترك دليلا ولا يريد أن يترك شخصا قد يقوم بهجمة مرتدة أو هجمة عكسية، سيقتله ويسحل جثمانه ويفضح سره. الحوثي سيطاردهم ليقتلهم واحدا وراء الآخر. هنا يكون السؤال التالي منطقيا، إذا كان الحوثي يخطط لقتلك، هل من الأفضل أن تقاتله رجلا وتظل في عين أسرتك بطلا، أم تتحالف معه ضد بلدك ليستغلك ثم يقتلك ويفضح سترك؟ لا يوجد استثناءات لدى الحوثي، ولا فارق بين شخص عادي وقيادة، ولا بين مسؤول قبلي أو نائب في البرلمان أو حتى وزير. هل تذكرون عندما حاصرت ميليشيا الحوثي منزل النائب عبدو بشر وهو واحد من أبرز حلفائهم ومناصرينهم، فكر أن يقول كلمة حق؟ حاصرت منزله بأكثر من 8 مجموعات عسكرية واختطفت 2 من مرافقه وهم من أقاربه واقتادتهم إلى جهة مجهولة. هل معنى أنك نائب برلماني أن لديك حصانة وأن الحوثي سيتناسى الانتقام والتنكيل منك؟ إطلاقا، الحوثي لن يتورع، فأنت بالنسبة له مجرد موظف بأجر يفعل بك ما يشاء طيلة مدة العقد، ثم يتخلص منك بالطريقة التي يراها مناسبة وفي الوقت الذي يحدده. هل تذكرون أيضا ما قام به الحوثي وميليشياته ضد وزير المغتربين السابق مجاهد القهالي الذي كان حليفا قويا لهم؟ ميليشيا فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب أمام عائلته. كان الأمر مهينا للغاية أن يتم الاعتداء عليه أمام عائلته. القهالي واحد من أبرز حلفاء الحوثيين ومن الوجاهات القبلية والشخصيات السياسية، بعد أن كان من المحسوبين على رؤساء سابقين، ومع ذلك فرضوا عليه إقامة جبرية وشددوا حراسة على منزله بعد اقتحامه والاعتداء عليه، وتهديده بأنه لو حاول الخروج من صنعاء سيقتل هو وأسرته وسيفجرون بيته. إذن تتحالف مع الحوثي معناه أنك ستدفع الثمن آجلا أم عاجلا، تجلس معه وتبيع أهلك وعشيرتك وبلدك. عليك أن تعرف أنك لن تهرب بعيدا وأنه لن يتركك ويجعلك تندم على تحالفك معه. الحوثي ينكل بالحلفاء ويتخلص منهم واحدا تلو الآخر. سرني أن أرحب بضيفي في حلقة اليوم الأستاذ وليد الأبارة، مدير مركز الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ وليد. أهلا وسهلا فيك. ونبدأ النقاش ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وارحب بك استاذ وليد الاباره. وبدايه تعليقك على قيام الميليشيا بقتل وسحل احد حلفائها السابقين كما شاهدنا في الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. فيما يتعلق بسلوك الميليشيات، انا كباحث ادرك في ان العنف يشكل جذر التكوين النفسي والسلوكي والفكري لهذه الميليشيا الإرهابية ولقادة هذه الميليشيات، ولديهم إرث طويل وتاريخ طويل جدا من العنف، بعكس القاعدة وداعش على سبيل المثال، إذ أن هذه الجماعتين جماعتين إرهابيتين، ولكن ليس لديهن تاريخ أو إرث يرتبطن به سيسولوجيا أو ثقافيا أو معنويا. وبالتالي هذه جماعة عنفية ولديها أيضا تراث كبير جدا من العنف، وبالتالي ما حدث في هذا الفيديو فقط تم إظهار جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة. فيما يتعلق بالمشاعر، لا شك بأنه أي إنسان سوي وهو يشاهد هذا المشهد المشين بحق النفس البشرية وبحق الإنسانية حقيقة. طبعا ترى هذا المشهد تفجير بيته أيضا، بلا شك. أنت لو شاهدت كيف تم سحله وأيضا إلقاء الكلمات الجارحة في حقه وهو ميت، ثم محاولة تكسير أضلاعه المهشمة أصلا بعقاب البنادق، رأيت تلك الكتلة الرخوة التي نزلت وربما كان يبدو أنها إما من البطن أو من أعلى الفخذ، قد كانت انفصلت عن الجسد، وبالتالي كان مشهد مقزز وهو مشهد يفوق أعمال النازية وحتى الفاشية وحتى الصهيونية وإرهاب دول الاستعمار القديم، ويفوق أيضا ما تقوم به داعش وما تقوم به القاعدة. القاعدة تقتل وتفر، داعش تقتل وتفر، الفاشية كانت تقتل وتختبئ، الصهيونية تقتل وتنكر، ولكن نحن نتحدث عن قتل مع الإصرار، مع سبق الإصرار والترصد، التنكيل، التعذيب بعد الموت، التنكيل بالجثة، محاولة إهانة، ولا يوجد أي مشاعر تتعلق بقيم المجتمع، موروث الديني والحضاري، ولا بالقانون الدولي، ولا حتى ما يتعلق بالسوية الإنسانية. تخيل كيف يمكن أن تستقبل أسرة الرجل الضحية هذا الفيديو، وما تعرض له جثمان ابنهم أو قريبهم أو أبوهم. لا شك بأن هذه الجريمة تحارب بكل ما تعنيها. إيا كان الموقف، تمثيل بجثث الخصوم حتى لو كان كافر، لا يجوزه لا دين ولا شرع ولا أخلاق. هذه الجماعة تجاوزت كل الخطوط الحمراء. اليوم هناك صدمة لدى المجتمع اليمني مما تقوم به هذه الجماعة. هناك من فعلا كان مغرر به واعتقد أن هذه الجماعة قد يكون لديها جانب من الحقيقة، أن تكون لديها مضروبية، أن يكون لديها هدف أو شيء من القبيل. اليوم من تبقى من هؤلاء عرف بما لا يدع مجال للشك بأنها عصابة دموية. إذن ونحن نتحدث في هذا السلوك، نسترجع أيضا تاريخ رشيف لهذه الجماعة في التنكيل بخصومها. طبعا بدأ في صعدة اقتحام البيوت وتفجيرها، يعني ما الفكرة وراء هذا السلوك؟ هو كل التنظيمات الفاشية عبر التاريخ، لأنها لا تحترم العقل ولا الإرادة الإنسانية ولا الغيرية الإنسانية أيضا، هي تستخدم العنف كمحدد وخيار وحيد لفرض أجندتها على الأرض. الحوثيين كانوا يعيشون على هامش التاريخ وعلى هامش الاجتماع، وحينما تسلحوا وأيضا مارسوا هوية القتل، استطاعوا أن يكونوا رقم
في اليمن، واستطاعوا حتى السيطرة على السلطة وحكم المناطق التي تحت سيطرتهم بالقصر. وبالتالي نحن نتحدث بأن هذه الميليشيات استطاعت أن تكسب وأن تحقق إنجازات كبيرة من خلال القتل والعنف والإرهاب، وهذا ما تقوم به الجماعات الفاشية عبر التاريخ. وبالتالي هذا مهم جدا أن ندرك على أن هذه الجماعة التي حققت من خلال العنف كل شيء، حققت المال الآن، حققت، وبالتالي لا يمكن كسرها إلا من خلال العنف. في الأسبوع الماضي قامت بتكرار نفس الشيء أو بتكرار هذه التجربة مع الشيخ سلطان الوروري، وهو أحد المشايخ الذين ساعدوها. يعني هل من رابط بين الواقعتين؟ أولا تقديري بأن الحوثيين الآن في المستوى الثالث من العنف، وهو ما قبل الأخير، هذا أعلى درجة التوحش الإنساني. بدأ التوحش باستهداف الخصوم المباشرين بدءا من صعدة حتى دخولهم العاصمة صنعاء أو اقتحامهم العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، ثم ترقى العنف إلى درجة أعلى، حدث في أثناء الصدام بالمؤتمر الشعبي العام جناح صالح في صنعاء، وكان أيضا العنف الذي استهدف المتحالفين مع هذه الجماعة في فترة ما، ثم الآن نشهد مستوى ثالث من التوحش والبربرية، وهو استهداف التابعين. هؤلاء الأشخاص الذين يتم استهدافهم من قبل الجماعة هم تابعين، بمعنى أنهم في فترة ما آمنوا بهذه الفكرة وأصبحوا خدما لها وكرسوا جزء من أوقاتهم وجهودهم في مصلحتها، ثم في لحظة ما بسبب ما قامت بتصفيتهم. نحن نتحدث عن المستوى ما قبل الأخير من التوحش البهيمي لهذه الجماعة. هناك فقط مستوى أخير من هذا التوحش سينتقل لاستهداف الأسر الهاشمية المنافسة على السلطة لعبد الملك الحوثي وأسرته والمقربين منه. هذا المستوى الرابع أعتقد على أنه قريب جدا، وبالتالي تستكمل دائرة العنف، وهذا هو تاريخ الإمامة باختصار شديد. كانت تستخدم القبيلة ثم تنكل بالقبيلة، ثم يتصارعون فيما بينتهم الأسرة المتنافسة الهاشمية حتى يقاتل الإمام أخوها الإمام الآخر من أجل الفوز بالسلطة. وبالتالي نحن نتحدث عن الحلقة الأخيرة والمستوى الثالث ما قبل الأخير من أبشع وأعلى ما يمكن أن توصلت له البربرية في تاريخ العنف البشري. إذا مددنا الخطوط على استقامتها، يعني هل يقوم الحوثي اليوم بالتخلص من الحلفاء السابقين، بالنظر إلى أنه مجاهد كشيرة كان أحد القيادة التي ساعدت في تصفية القشيبي، محمد الشتويقي لأنه أحد القيادات أيضا الذي ساهموا وشاركوا في اقتحام منزل الزعيم واقتيال الزعيم، اليوم هؤلاء الأشخاص الحلفاء السابقين، يعني هل ستليهم أيضا قائمة أخرى من الحلفاء الذين كان لهم أدوار كهذه؟ صحيح، هناك نقطة مفصلية ومهمة جدا أود أن أتطرق إليها. إذا حاولنا أن نستكشف الذهنية أو اللاوعي القابع في القب شعور في الذهنية الحوثية والأسر الهاشمية المتحكمة باليمن الشمالي أو مناطق الجغرافيا الزيدية، سنجد بأن هذه الأسر أو عبر الأسرة التي تعتقد بأنها تمتلك الحق الحصري في امتلاك هذه المناطق وحكم الناس، وهي تعتقد تاريخيا بأن هؤلاء البشر المتواجدون على هذه المنطقة من اليمن بأنهم جزء من أدواتها، وهم فقط عليهم أن يقدسوهم وأن يأتمروا بأمرهم. وبالتالي أنت لاحظت كيف تم التخاطب مثلا على سبيل المثال مع رئيس دولة سابق الذي هو علي عبد الله صالح في واحد من الفيديوهات التي سربت لعلي أبو الحاكم أثناء قبل المواجهات في صنعاء، حينما كان يتواجد مع مجموعة من المشايخ قلنا له يقر في بيته. هذه مفردة إذا أنت قرأت التاريخ الإمامة ستجدها قيلت لأكثر من معارض سياسي عبر التاريخ، سواء للدولة المتوكلية أو لدولة الأئمة بن حميد الدين. وبالتالي نحن نتحدث على أنه بالتحديد المنطقة الزيدية هي ربما
من خلال هي قد تمارس هامش، قد تسمح بهامش من المعارضة السياسية في مناطق المعارضة التاريخية مثلا في مناطق الوسط أو في المناطق الجنوبية تحت مضض كبير جدا أنه هذا من الجنوب دعه يعارض نسبيا سنتحمله حتى تأتي اللحظة المناسبة نتخلص منه. هذا من مناطق المعارضة التاريخية خصوصا المذهب الشافعي الذي تواجد فيه المذهب الشافعي يمكن على مضض يمكن أن يحجموا أعصابهم أيضا ولو أنها مرحلة نسبية فقط ثم ستنكل بالجميع، ولكن بالتحديد داخل المناطق الزيدية. وأنا أقول على أنه جزء من الكثير من الأشخاص على التواصل الاجتماعي كانوا يتشفون بالمنطقة باللهجة العامية من هذا القتل، وهذا مشين وعمل خطير جدا يجب أن يدين الجميع هذه الجريمة النكرة من ناحية. ومن ناحية أيضا أود أن أقول على أنه أبناء المناطق هذه الذي تسيطر عليهم الإمامة التاريخية وأصبح جزء منهم ليس لديهم مقاومة اجتماعية ولا حتى نفسية لهذه الجماعة، حتى أنه جزء كثير جدا من أبناء هذه المناطق يفكرون بعقلية السيد، لأنه عبر 1000 سنة استطاع السيد أن يزيح ميكانيزمات الدفاعية وبالتالي أصبحوا إن صح التعبير عبيد برغبتهم. هؤلاء الذي يتم التخلص منهم في لحظة ما صحيح كانوا عبيد، سخروا خدمتهم للسيد. هل انتهت مهمتهم؟ هل انتهت مهمتهم أم أنهم صاروا عبء على هذه الجماعة أم أنهم يعني خدعوا بما فعلوا وصاروا يطالبون بنصيبهم في الغنيمة أو وضع خاص؟ نحن لا نعرف بالتفصيل ما سبب هناك صراعة أجنحة، صحيح هناك صراعة مصالح، صراع نفوذ داخل هذه الجماعة، ونحن ندرك على أن هذه الجماعة متعددة الأفكار، هناك جماعة زيدية، جماعة إثنا عشرية، حتى الأسرة الهاشمية داخل هذه الجماعة تتفاوت فيما يتعلق بالنقاء العرقي وكثير من الأشياء الخرافات الذي يؤمنوا بها. ولكن من زاوية أخرى دعني أقول على أنهم يحتاجون في مثل هذا الظرف إلى كل محارب آمن بفكرتهم في لحظة ما، لا هذا من حيث المنطق العام. ولكن هذه الجماعة يبدو أن العنف حينما يمارسه الشخص أو عندما تمارسه الجماعة يتحول إلى سلوك غرائزي وبالتالي يصعب التحكم به، وبالتالي ستجد هذه الجماعة في البداية توجه عنفها وطاقتها المكنونة باتجاه الخصم، ثم حينما يكون عندها فائض من هذه العنف يتم توزيعه على الداخل، لأنه لا تستطيع أن تكبح هذه المشاعر الغريزية. وبالتالي حينما نتحدث عن جماعة ميليشياوية نحن نتحدث عن جزء من المشاعر الحيوانية، لأنه العنف مرتبط بالغريزة البدائية الإنسان البشري الذي استطاع الإنسان الذي استطاع أن يهذبها عبر آلاف السنين من خلال القوانين، من خلال المواطنة، من خلال النظم، من خلال الحب، من خلال العاطفة، من خلال الكثير، من خلال التدين، من خلال الكثير من الممارسات. وبالتالي هذه الجماعة التي تمارس العنف اليوم هي جماعة بدائية غرائزية لديها فائض عنف، وبالتالي حينما لا تجد أين تصرف هذا العنف يتقاتلون فيما بينهم، ربما يكون الخلاف حتى لا يستدعي حتى أنهم يتقاتلون ولكنهم يتقاتلون. أنت تراهن على تآكل هذه الجماعة من داخل؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني لأنه كما هو واضح أنه عندما يتحدون يصبحون أكثر توحشا، لكن فيما بينهم تصبح الأمور ربما مختلفة تماما، المصالح الآن ربما كبرت وأصبح لديهم ما يتقاتلون بشأنه. توقع أنه تستمر هذه الموجة وتطال شخصيات أكبر أو أعتقد أنه هم الآن مثل ما قلت لك المستوى الثالث سيبدأون بتصفية كل الأشخاص الذين استطاعوا عبر فترة ما أن يكتسبوا أو أن يفوزوا بمكاسب، سواء فيما يتعلق بالتراتبية التنظيمية داخل هذه الجماعة أو فيما يتعلق بالتعيينات المؤسسية التي سيطروا عليها. على سبيل المثال كانوا هم يحتاجون إلى تحالفات كبيرة جدا فيما يتعلق باقتحام صنعاء، أبرموا مجموعة من التحالفات السياسية سواء مع بعض الشرازم الذي كانت تابعة لمجموعة من الأحزاب أو للقبائل الكبيرة أو الأسر المتنفذة داخل بعض القبائل وبالتحديد المحيطة بصنعاء وأيضا التي على محاذية للعاصمة صنعاء، وبالتالي استطاعوا هؤلاء في لحظة ضعف معين انتزاع
سواء مراكز أو انتزاع مراكز قيادية أو انتزاع مراكز نفوذ داخل هذه الجماعة أو داخل المؤسسات. رأينا حينما تم تشكيل حكومة بعد اقتحامهم العاصمة صنعاء حاولوا بقدر ما مراعاة نوع من التحالفات السياسية بما في ذلك حتى تشكيل المكتب السياسي في المرة الأولى والثانية. وبالتالي بعد أن شعروا بأنهم الآن هم يستطيعون أن يتخلصون من هؤلاء المصلحة أبنائهم على سبيل المثال، أقربائهم، من يعتقدون أن لهم أيضا حق بجزء من هذا الحق في الولاية لبعض الأسر الذي تزاحم أو ربما تتذمر، وبالتالي يتم إزاحة هؤلاء، وحينما يعترضون يتم إزاحتهم بهذه الطريقة. أنا أعتقد على أنه حينما لن يتركوا شخص واحد لا ينتهي نسبه بأسرة هاشمية، لن يبقى في أي مركز قيادي سواء أمني أو عسكري أو سياسي، سيتم التخلص من الجميع، وبعد أن يتم التخلص من الجميع سيتقاتلون فيما بينهم. هذا هو خلاصة دائرة العنف أو دورة العنف الذي هي الآن توشك على الوصول للنهاية. ما الحل الذي يمكن أن يتخذه من تحالفوا مع الحوثي اليوم وهم ليسوا من الفئة المقربة أو الذين لهم حظوة؟ أعتقد أن الرسالة وصلت للجميع، لم يعد الأمر يحتاج إلى جهد ذهني من أجل استشراف المستقبل، مستقبل هذه الجماعة ومستقبل التحالفات والعمل تحت أجنحتها، أو مستقبل الوثوق بالبقاء في المناطق التي تسيطر عليها باعتبار أنه يمكن أن تصان مصالحهم أو أن يعيشوا بعيدا حتى عن السياسة. أنا أتحدث حتى عن الفئة الصامتة التي تعتقد أنها يمكن أن تستمر مصالحها حتى ولو كانت تجارية بالحدود الدنيا، أو حتى لو كانت وظيفية بالحدود الدنيا أو من الدرجات الوظيفية الدنيا، أنهم يستطيعون أن يظلون متمسكين بالبقاء بالتشبث بأعمالهم ووظائفهم وأملاكهم في المناطق التي سيطر عليها هذه الجماعة. وبالتالي نحن نتحدث عن أن هذه الجماعة لا يمكن أبدا أن تتحول الجماعة إلى دولة، لا يمكن أبدا أن تتطور العنصرية لتصبح مواطنة، لا يمكن أبدا أن يتحول التوحش إلى سلام، لا يمكن أبدا أن يتحول الإرهاب أيضا إلى سلام، وإلى يمكن أن يتحول إلى بلد يقبل بالآخر. إذن نحن نتحدث على ألا مستقبل لهذه الجماعة على المدى الطويل، ولا مستقبل للتحالف معها. وبالتالي بعد أن وصلت الرسالة، ما يجب على هؤلاء أن يقوموا به الآن، أولئك الذين يحملون البنادق معها عليهم قبل أن يتورطوا أكثر في دماء شعبهم، في دماء مجتمعهم، في دماء أبناء وطنهم، عليهم ترك السلاح ومغادرة المناطق التي يسيطر عليها الحوثي فورا، والذهاب إلى المناطق الآمنة، وليس بالضروري أن يلتحقوا بالقوات الشرعية. أترك سلاحك وغادر إلى المناطق الآمنة، هذا لا 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 ليس عيبا. أولئك المتحالفين سياسيا، وأقول على أن هناك بعض القيادات السياسية التي لا أعتقد على أن لديها خبرة سياسية كبيرة، سواء كانت في اليسار في اليمين في الليبرالي في الوسط أو أولئك المتحالفون القبليون، نحن نقول على أن هذه الميليشيا لا يمكن تترك هامش من النفوذ لشيخ قبلي، لا يمكن أن تسمح بأي هامش نفوذ لقائد عسكري ابن المؤسسة العسكرية لديه خبرة عسكرية، لا يمكن تسمح بأي هامش نفوذ للسياسي يمارس العمل داخل مؤسسات تنظيمية أو منظمة، لا يمكن أن تسمح لأي هامش لأي بيروقراطي داخل أي مؤسسة مدنية أو استخباراتية أو عسكرية أو دبلوماسية داخل المناطق التي يسيطرون عليها. وبالتالي ما الجدوى؟ نحن نتساءل هنا عن الجدوى الحياتية من البقاء داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي والتحالف معهم، وبالتحديد أولئك الذين أرسلون أنفسهم وأبنائهم وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن فكرة الولاية وأيضا البطنين والسيد. وبالتالي هناك فرصة
فرصة كبيرة جدا. وأنا أيضا أدعو بالمقابل الحكومة الشرعية أن تستغل هذا الظرف الكبير جدا، أن تخاطب الأشخاص المغرر بهم، الأشخاص الذين تم تغيب عقولهم في فترة معينة، الأشخاص الذين تحالفوا مع هذه الجماعات تحت دوافع سياسية داخل صراعات البيت الجمهوري، أولئك الذين أيضا ارتبطت مصالحهم أيضا سواء كانت تجارية أو إلى آخرها، أن يتم استقبالهم وأن يتم الصفح عنهم في هذا الوقت إذا ما تركوا هذه الجماعة وغادروها. ما يجب الآن أن يلتف إليها اليمنيون، يجب أن يتوحدوا وإلا ستتفرد بهم جميعا. بدأت بالمتحالفين، هذا ما يحصل، لكن أحيانا يحصل العكس، يعني لا يتم استيعاب الأشخاص الذين يفرون من قبضة الحوثيين ويحدث العكس. إذن إرهاب الخصوم بالتنكيل والسحل هو من أدبيات الحرس الثوري الإيراني، كما قلنا الإرهاب الخصوم، لكن هذا لن يجدي مع اليمنيين، قد ربما في لفترة محددة البعض يشعر بصدمة، لا يستوعب ما يحدث، لكن في الأخير اليمنيون لا تجدي معهم هذه الأساليب. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. ممارسات وحشية غير مسبوقة، هذا ما تقدمه ميليشيات الحوثي لليمن واليمنيين، فقد استخدمت أقصى ما يمكن أن تصل إليه قدراتهم من قصف وتفجير عشرات المنازل وتشريد السكان وزرع ألغامهم في كل مكان لتدمير حياة البشر والشجر والحجر. اعتمدت الميليشيات الحوثية الإرهابية قوة السلاح لبسط سيطرتها وللانتقام من الشعب اليمني الرافض لوجودهم، لذلك تواصل تكثيف أساليب الترهيب ضد خصومهم في محاولة لتركيعهم وإخضاعهم لها. الميليشيات الحوثية تسعى بهذه التصرفات إلى إنهاك اليمنيين وكسر شوكتهم وتسوية اليمن بالتراب حسب تنفيذ التوجيهات الإيرانية وتحقيق رغبات في الانتقام من الشعب اليمني واستنساخ تجربة الثورة الخمينية في إرهاب الخصوم ومصادرة ممتلكاتهم والسيطرة على مؤسسة الدولة بقوة السلاح. بصمات الثورة الخمينية تبدو واضحة على فكر وسلوك الميليشيات الحوثية، خاصة فيما يتعلق بنهب الخصوم والتنكيل بهم ومصادرة ممتلكاتهم والعمل على شرعنة عمليات نهب ومصادرة أرصدة بنكية وعقارات لخصومها عبر أجهزة القضاء والنيابة التي يسيطرون عليها، حتى أصبح قضاء الحوثي جزءا من المنظمة الميليشاوية في معظمه، وأنه خطف مثله مثل مؤسسات الدولة. صمت متواصل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه جرائم الحوثيين وتملصهما من مسؤوليتهما في حماية المدنيين من الإرهاب والقتل الجماعي المنظم وعدم تحمل المسؤولية الكاملة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. شيء مؤلم ومؤسف ما نراه وما نشاهده من أعمال تنسب لليمنيين، وهي اليمنيين براء من هذا السلوك ومن هذه التصرفات ومن هذه الجرائم. اليمنيين لديهم أخلاق ولديهم إرث كبير من القيم النبيلة التي لا يمكن أن يفرطوا بها حتى في الحروب. حروب لها آداب، وتعامل مع الخصوم له آداب، حتى الاستجارة، حتى لو قاتل استجار خلاص يأخذ، يتم التقاضي ويتم التحاكم بشكل يحفظ له كرامته، حتى لو أعدم يذهب بنفسه وبكفنه ولا مشكلة في هذا. لكن التمثيل بالجثث والتشويه، تذكر أستاذ وليد ما حصل في تعز ذات مرة؟ سحل أحد الحوثيين، كان قناص، وربما من كثر ما قتل من المدنيين عندما قبضوا عليه سحلوه، فقامت الدنيا ولم تقعد، الكل تضامن صراحة وأدانوا هذا السلوك. يعني اليوم الحوثيين يثبتون أنهم يعني يمارسون سلوكيات ألعن وأشد وبشكل منظم. الآن ترعى هذه العصابة هذه الأعمال وكأنها تريد توصيل رسالة. برأيك ما الرسالة التي تريد أن توصلها للحلفاء قبل الخصوم؟ أود التعقيب على موضوع ما حدث في تعز. كان هناك قناصون يقتلون الأهالي وكان الأهالي يدافعون على أنفسهم. الأشخاص الذين ألقوا القبض على هذا القناص لم يكن
قوات نظامية تابعة لمحور تعز، وإنما كان الأهالي أنفسهم. وبالتالي حدث نوع من ردة الفعل المبالغة، تم استنكار الحادثة حينها من كل تقريبا ألوان الطيف السياسي والحقوقي داخل الشرعية وحتى داخل كل اليمن أيضا. المؤسف أن ما يقوم به الحوثي لا يلقى نفس الاستجابة، أولئك الذين لديهم حساسية من القتل وأيضا خدعونا لفترة من الزمن أو الوهلة أنه لديهم حساسية من السحل والتنكيل بجثث الآخرين، رأينا مواقفهم أشبه بجثة ميتة يصعب نفخها، هذا للأسف الشديد. فيما يتعلق من الرسائل المتوخاة، ورد على سؤالك فيما يتعلق بالرسائل التي يريد الحوثيين إيصالها من خلال هذه الجريمة، دعني أقول على أن الحوثيون وربما قيادة الحوثي الرئيسية هي كل جماعة فاشية كما قلت لك، من خلال العنف تستطيع أن تسلب إرادة الآخرين وأن تخضع المجتمع والجغرافيا. عادة لا تستطيع أي جماعة إرهابية في التاريخ أو أي جماعة فاشية أو نازية أن تخضع أي إقليم أو أي منطقة جغرافية إلا من خلال استخدام القوة المفرط أو التلويح باستخدام القوة بما في ذلك الاستعمار. وبالتالي الحوثيون يستخدمون العنف من أجل فرض والإبقاء على سيطرتهم أو على قبضة بلفوذرادية في المناطق التي يسيطرون عليها. نحن نتحدث على مهم جدا أن ندرك أين حدثت الحادثة والجريمة. حدثت في منطقة عمران، هذه المنطقة هي جزء من الإرث أو منطقة نفوذ الأمة عبر التاريخ. نحن نتحدث عن صنعاء، عمران، حجة، صعدة، هذه المحافظة الأربع تعتقد الأمة أنها مسرحها ومعقلها التاريخي. وبالتالي أي شخص يفكر من أبناء هذه المنطقة بالفكاك من القيد الإمامي أو القيد الحوثي سيتم قتله بنفس الطريقة التي يتم قتلها الآن. هذه الرسالة هي موجهة لكل، نحن نتحدث أيضا ليس عن شخص عادي وإنما أيضا عن مشرف كان بالأمس يسمى من أولياء الله ومن المجاهدين. لا هو كان مشرف، حتى مرتبته الوظيفية هو مشرف ريدة أو مديرية ريدة تقريبا بحسب المعلومات الأولية، وبالتالي وشيخ اجتماعي أيضا لأبناء قبيلته. وبالتالي هي رسالة أنا أعتقد أنها موجهة لمشايخ عمران وحجة وصعدة وصنعاء، أنه لا يجب أن يجرؤ أو يفكر أحدكم بأنه يستطيع. اسمح لي أستاذ وليد، رحب ب الكاتب والسياسي علي البخيتي. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني إذا ما تتبعنا سياسة ونهج الحوثيين في التنكيل بالخصوم واتهامهم بتهم الخيانة بعد أن ينهوا المهام، ما الرسالة التي يريدون أن يوصلونها اليوم لخصومهم وحلفائهم على وجه سواء؟ هي ليست رسالة، هذه طبيعة الحركة، لكن الذي حصل بالأمس أنه تم تصوير المقطع وتم بثه، هذا هو الفارق. عمليات السحب والقتل العنيف وإهانة المقتول والعبث بجثته تحدث في كثير من المواقف التي يدخل فيها الحوثيين، لكن غالباً هم لا يدخلون في موقف إلا بعد أن يسيطروا على المكان، يحاصروه، لا يتمكن أحد من الدخول. وبالتالي فقط هذه القضية أظهرت هذه البشاعة ونشرتها وكشفت حقيقتهم للكثير. يعني فهذه منهجية لدى حركة الحوثيين، وبالأخص منذ دخولهم صنعاء وتحولهم إلى سلطة، مع أنه كان يفترض أن يحدث العكس، لأن هذه المشاهد المرعبة قد تكون يعني مقبولة ما تأتي من جماعة متطرفة خارج السلطة، جماعة محاربة، جماعة لا تجد وسيلة مثلا لمحاولة صدمة عدوها إلا عمل بعض هذه الجرائم، وهي في كل الأحوال مدانة. لكن عندما تأتي من جماعة تقدم نفسها أنها سلطة ولديها رئيس ولديها رئيس مجلس نواب و يعني أجهزة رسمية، هنا تكمن الكارثة. الحوثيين كما نعرف يسيطرون على عمران منذ تقريبا 2014، وهم من عينوا المحافظ ومدير الأمن ورئيس الجهاز القضائي والمحاكم وكل شيء، وكان بإمكانهم استخدام هذه الأجهزة الرسمية الحكومية لجمع أي خصوم، لكن على الأقل بأدوات رسمية
لكنهم في النهاية نتذكر نتذكر جريمة التنكيل بالقشيبي وطريقة قتله أيضا. نعم كما قلت لك، يعني جريمة القشيبي حاول الحوثيين إخفاءها، وتحدثوا أنهم وجدوه مقتول بعد عملية اقتحام المعسكر، وكلنا في البداية صدقنا الأمر لولا تسريب تسجيل صوتي لقائدهم العسكري يوسف المداني وهم يتحدثوا ويضحكوا، ويتحدث شخص في التسجيل أنه جعل من جسمه باللغة الصعبية بزابيز، يعني وكأنه يسيل الدم من وكأن في جسمه عدة حنفيات، يعني زي الغربان يعني. الدم منه يعني كان المفزع أكثر، ليس فقط الجريمة إنما السخرية من هذا، وبوجود أكبر قائد عسكري ولم ينهرهم، لم يقول لهم يعني فعلتوا شيء غير جيد، أو بل قال يلا لا حيدري غطوا الموضوع، وكأنه يقر بما فعلوا، لكن المهم أن لا يعرف أحد. وهنا ينكشف الطابع الأخلاقي لهذه الجماعة، وتؤكد ممارساتها على الأرض أنها جماعة إرهابية. وأنا أتابع هذا المقطع، طبعا كان من الصعب علي أن أنشره في أي من حساباتي على مواقع التواصل لأنه عنيف ومجزز، لكن تذكرت على الفور المبعوث الدولي جريفيث والسفراء الأجانب وبعض الدول التي لا تزال تعتقد أن هذه جماعة سياسية يمكن الحوار معها، وبدأت بعض الدول العمل لتكوين علاقات مع هذه الجماعات. تذكرت هؤلاء، ما الذي يتصور؟ ولو كان هذا المشهد ارتكب من الحوثيين ضد صحفي اجنبي بريطاني او امريكي او حتى اي مواطن من هذه الدول الغربيه بحجه مثلا انه جاسوس او من الحجج التي تتحدث بها تلك المجموعات الارهابيه عاده، ما الذي كانوا سيعملوه؟ كانوا سيعتبرونها جماعه ارهابيه وتصدر البيانات التنديد و يعني يحشد العالم ضدهم، لكن لأنهم يسحلون اليمنيين، يقتلون اليمنيين، يفجرون منازل اليمنيين، يفخخون الطرق ويفخخون المدن بمئات الآلاف من الألغام، لا زال العالم ينظر لهم. وهنا تظهر أو يظهر نفاق العالم ونفاق الكثير من الدول تجاه بعض الجماعات وبعض القضايا. نعم أستاذ علي، ابقى معي. أستاذ وليد، التاريخ يقول أن القاتل سيتخلص من الخائن الذي ساعده، كنوع من الإجراءات الاحترازية. لماذا لا يستفيد البعض؟ لماذا يتجاهلون حقائق التاريخ؟ في الحقيقة في فترة ما كان أكثر أو السواد الأعظم من اليمنيين تم تغييب تاريخ الإمامة الدموي. حينما كبرنا كجيل، تحدثنا عن جيل التسعينات، في 2011 على سبيل المثال حينما كنا نشاهد الحوثيين لم أكن أعرف ما هي الخلفية الثقافية والدينية لهذه الجماعة. كان ذلك بفعل النظام التعليمي للجمهورية اليمنية الذي تم تغييب فعلا، تم اختراقه من قبل اللوبي السلالي، وبالتالي كان هناك تغييب كامل لتاريخ الإمامة، ولم يكن إلا بعض الباحثين أو بعض من تبقى من الرعيل الأول من جيل سبتمبر وأكتوبر يدركون حقيقة هذه الجماعة وإلى أين ستسير. على سبيل المثال في 2014 حينما تم دخول صنعاء التقيت بأحد ثوار سبتمبر وسألته ما تقييمك لما حدث اليوم في صنعاء، همس في إذني لأن نحن كنا في مقيل، ويقول لي الإمام عاد. بهذه الجملتين فقط أو المفردتين اختصر المشهد برمته، لقد عاد الإمام، هذا كل ما في الأمر. وبالتالي مع 4 سنوات أو 5 سنوات من الانقلاب المشؤوم استطاع غالبية مجتمعنا والشعب اليمني أن يرى بأم عينيه سلوك هذه الجماعة وجها ولوجه، وإذا بفضل مواقع التواصل الاجتماعي وبفضل عدسة الكاميرا التي أصبحت بالفعل توثق كل ما يدور. هذه الآن فرصة، أنا أقول أنها بالفعل هي فرصة مواتية. أولا
للحكومة الشرعية أوقات التحالف إن كان هناك جدية حقيقية بتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية. هذا وقت مناسب ومثالي لتصنيف هذه الجماعة، وأيضا الضغط عن طريق الجامعة العربية وضغط سمي السلام لتم تصنيفها كجماعة إرهابية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هي الفرصة مواتية للمجتمع، للمشايخ، لكبار القوم، للمواطنين، للموظفين، للعسكريين، للأطباء، لخطباء المساجد، للفلاحين، للمزارعين، للتجار، لكل أبناء المجتمع في مناطق سيطرة الميليشيات، عليهم على هذه الجميرة، على هذه الجريمة على الأقل ليس بالضرورة أن تصحي ضمائرهم، على الأقل أن ترفع مستوى الاستجابة، الاستجابة العملية للمخاطر الذي تحدق بهم. هم الآن في أنياب مخلب أو ما بين مخالب جماعة إرهابية، هذه الجماعة ستفتك بهم إذا لم ينتبهوا ويتداركوا. ونحن لا نتحدث عن مفردات يمكن من خلالها أن نستقطب سياسيا أولئك الذين لا يزالون في صف الميليشيات، نحن فقط نحذر أن هذه الميليشيات قد تفتك بهم، وبالتالي ليس بالضرورة أن ينحازوا لطرف سياسي للأطراف الآخر، أن يفروا بجلودهم. صحيح. وأيضا ألا يكون جزء من أدواتها. دعني أسأل الأستاذ علي البخيتي، هل تتوقع هروب حلفاء سابقين للحوثي؟ لما أسمع، هل تتوقع هروب حلفاء للحوثي يعني بعد هذه الجرائم التي ارتكبت في عمران خوفا من التخلص منهم؟ والله يا عزيزي إلى أين يهربوا؟ إلى عند هادي وأصحابه وعلي محسن والنصوص حق الشرعية بينك الشعب اليمني بين سيء وأسوأ يعني. وللأسف يعني نموذج الدولة الشرعية في مناطق سيطرتها نموذج فاسد وسيء إلى أبعد الحدود. كل مكان سيطر عليه مجموعات تمارس نفس الانقلاب في أشكال مختلفة، هناك في عدم انقلاب وهناك في مأرب انقلاب وفي تعز انقلاب والكل يشكو، وبالتالي اعتقادي أنه ستظل الأمور تراوح مكانها إلى أن يتبلور مشروع وطن ويكون هناك شرعية وقيادة سياسية يحترمها الناس حتى يمكن أن يلتحقوا بها. يا عزيزي لو تمت الجهود الإنجابية في أي من المحافظات والمربعات والمناطق التي تسيطر عليها أو تدعي الشرعية أنها تسيطر عليها لهرب أغلب اليمنيين إليها، لكن حتى على مستوى الخدمات إلى الآن يشكو أبناء عدن مثلا من المجالس أصبح عندهم، يشكو أبناء تعز من سيطرة تيار الإخوان المسلمين، يشكو في مأرب أبناء مأرب ومشايخها وكبار يعني، وحتى المواطن العادي في مأرب يشعر أنه بات في غربة وأن هناك جماعة وليس دولة تتحكم في المحافظة، وهناك مؤسسات أمنية وعسكرية مواجهة للمؤسسات الرسمية التي كانت موجودة الإشكالية عامة. لذلك الحوثي وكأنه تأديب لكل اليمنيين بشكل عام. بالمقابل هل تتوقع استمرار عمليات القتل التي يمارسها الحوثي اليوم؟ بالتأكيد الحوثي سيستمر في جمع أي تمرد، وبالنسبة لي وبصريح العبارة أنا أنصح أبناء القبائل والمشائخ والذين لا يزالون في المنطقة ويصعب عليهم الخروج لسبب أو لآخر أن يهدأوا وأن يعملوا على مقاومة الحوثيين مقاومة اجتماعية ناعمة، معنى أن يحصنوا أبنائهم، أن يسعوا للحديث معهم، أن يمنعوهم من الذهاب إلى مجالس يعني الحوثيين الدعوية أو مساجدهم أو الحضور، يعني تكون هناك مقاومة مجتمعية فكرية وثقافية. أيوة نعم، تم تمدد الحوثي فكريا وثقافيا إلى أن تأتي اللحظة المناسبة ويدرك التحالف العربي وتدرك القوى السياسية اليمنية الكارثة التي يرتكبها بحق اليمن عبر استمرار هذه السلطة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والسياسي علي البخيتي، كنت معي عبر الهاتف. أعود إليك أستاذ وليد، يعني مستقبلا هل يمكن محاكمة من قاموا بهذه العمليات كمجرمي حرب يعني بناء على الوثائق التي توفرت؟ هذا سؤال مهم وجوهري، لكن استسمحك عذرا أنه أعلق على جزئية من كلام الأخ علي البخيتي أنه إلى أين يهربوا. هذا ليس منطق إلى أين يهربوا أو إلى أين يفروا. الشرعية ليست مناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية ليست ملكا لنظام سياسي، ليست ملكا لحكومة ولا الرئيس ولا لحد، هذه هي جزء من الجمهورية يعني المنية. هذا الحديث طبعا يأتي بالتزامن مع عودة بعض الأشخاص إلى مناطق الحوثية. هو هنا في جزء من الإرهاصات صحيح
ما يتعلق في إشكاليات المناطق الجنوبية حاليا وفي بعض المناطق. صحيح هناك بعض الإرهاسات، ولكن في الأخير علينا أن نفرق ما بين الدولة والميليشيات. هناك دولة ويجب أن نتمسك بهذا الخيار إلى ما لا نهاية، لأنه الخيار المهم والأنسب في هذه اللحظة التاريخية. محاولة شيطنة الدولة وإقرانها بالميليشيات هذا خطأ استراتيجي كبير جدا، ومن يفعل ذلك وكأنما هو يبرر أيضا الميليشيات سواء كان يعلم أو ليس يعلم. هذا من ناحية. فيما يتعلق بالجرائم، نحن نقول على أنه هناك محاولات حثيثة من قبل الحكومة الشرعية، سواء من قبل الجهات المختصة على سبيل المثال وزارة حقوق الإنسان وأيضا اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات. هاتين المؤسستان في الوقت الحالي تعمل على بناء ذاكرة حقوقية من خلال رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها وأيضا تسليمها لمؤسسات دولية. والأهم من ذلك هو أيضا أن يصبح لدينا ذاكرة من خلالها يستطيع قضاءنا الوطني في أي لحظة من اللحظات محاكمة هؤلاء المجرمين والقتلة. بما أن الدم لا يسقط بالتقادم، وهذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأيضا بعضها تصنف بأنها جرائم جسيمة كما حدث في هذا المقطع. أنا أعتقد على أن التوصيف القانوني لمثل هذه الجريمة هي جريمة جسيمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وبالتالي من قاموا بارتكاب هذه الجريمة هم مرتكبي جرائم، وبالتالي يجب أن يمثلوا أمام القانون وأن تطال لهم يد العدالة. صحيح أن هناك ضغوطات فيما يتعلق في سيجد قضاءنا الوطني مستقبلا وحاليا صعوبة جدا في إلقاء القبض عليهم بسبب أن هذه الميليشيات لا تزال تسيطر على السلاح. وبالتالي هناك نقطة أشرتم إليها مهمة جدا فيما يتعلق بمسألة المقاومة. لا خير من وجهة نظري أنا من أجل إيقاف مثل هذه الجرائم مستقبلا إلا بتفعيل الجبهات العسكرية في مختلف عموم الجمهورية أيضا، والضغط عسكريا والتقدم باتجاه تحرير الحديدة وصنعاء. هذا مهم جدا ومحوري. بدون استعادة السلاح من قبضة الحوثيين وإنهاء الانقلاب على مؤسسة الدولة الشرعية لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقاف هذه الجرائم أو تقديم القتلى والإرهابيين إلى القضاء. بالإضافة إلى أن للمقاومة أيضا أشكال متعددة، أولئك أن تحافظ على أبنائك ألا تستقطبهم ميليشيات بالفعل وأن ترسلهم للجامعة، هذا أيضا مقاومة. ألا تجعل أبنائك يعتنقون هذه الأفكار، هذا أيضا مقاومة. ألا تجبرك الظروف المادية أو أي ضغوط من ضغوط الحياة المختلفة أن تدفع بك أن تذهب لتحمل البندقية مع أحد المشرفين وتقاتل أبناء وطنك، هذا أيضا مقاومة. أنت ترفض أن ترفض أن تتعاطى مع الواقع الاجتماعي أو أن تتبيأ ببيئته وأن تصبح جزءا منه حتى على الصعيد الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي أو الإعلامي. نواجه مشكلة ثقافية بالضبط حاليا، وهي ما يسعى الحوثي لتجديره في المجتمع اليمني. يعني يحاولون اليوم أن يضعوا المجتمع اليمني أمام في مواجهة حتمية مع فكرهم الذي يدعي بأن كل ما تعلمناه سابقا هو فكر باطل وهو كفر ولا حل ولا يعني لا مجال إلا بالعودة إلى الإسلام من خلاله. وبالتالي من كان على مذهبهم أو على منهجهم فهو على دين الإسلام، أما غيرهم فهو منافق أو كافر أو كذا. نفس السلوك الذي تمارسه الجماعات الفاشية، جماعات التشدد والإرهاب التي تتدثر باسم الإسلام. لكن هل تثق بأن ما لدى اليمنيين من إرث حضاري وفكري وثقافي قادر على الصمود في أمام هذه التحديات، خصوصا أن الحوثيين سخرون كل ما يملكون من أموال، من ضغط، من تجويع حتى يعني مقابل غرس هذا الفكر؟ أنا شخصيا أؤمن بشعبنا. شعبنا حينما تقرأ التاريخ بوعي وبدون عواطف ستجد على أنه شعب عصي على الانكسار، شعب عظيم كل ما تعنيه الكلمة من معنى. حكمت الإمامة قرابة 1200 عام، ولكنها لم تستطع أن تسلب اليمني هويته واعتداده بإرث آبائه وأجداده السبائيين والحميريين. وبالتالي تجد على أن شعبنا تفاعل مع كل الأفكار الخلاقة في العالم. حينما جاءت
أفكار الدولة والديمقراطة والقانون تفاعل معها بشكل إيجابي. حينما جاء التنوير تفاعل معه بشكل إيجابي. ولا أعتقد بأي حال من الأحوال أن هذا الشعب الحضاري يمكن أن يسرق منه هويته وأن تكسر إرادته إلى الأبد. طب الإرهاب الذي يمارس حاليا، سواء إرهاب الراتب، سواء إرهاب القتل والتنكيل والسحر والقصص هذه، هل يمكن أن تنال من عزيمة اليمنيين؟ هي قلت لك أشبه بجراح موضعية يستطيع المجتمع بشكل متكامل أن يسيطر عليها بشكل أو بآخر وبوسائل متعددة. نحن نتحدث عن طفرة هذه الميليشيات. هذه الميليشيات جاءت في لحظة فراغ سياسي حقيقي في البلد، وجاءت في ظل غياب دولة مؤسساتي حقيقي، والصراع بين القوى السياسية الرئيسية بالضبط، وهي انتفاشة. هذه الانتفاشة لن تدوم. تستطيع الإمامة أن تعود حينما يختلف اليمنيون فيما بينهم ويتقاتلون، حينما يعود الوعي إلى محله ويتراصى اليمنيون مجددا ويدركون أن حياتهم معرضة للخطر، وأنهم كشعب معرض للفناء، وأن إقليمهم الجغرافي معرض للتمزق، سيقفون وقفة صف واحد، وبالتالي تعود الإمامة مرة ثانية إلى جحورها والعمل بشكل باطني. لكن أعتقد على أنه من خلال هذا العصر التقني المفتوح على العالم أدرك شعب، لا يمكن أبدا أن تذهب هذه الجرائم إلى ما لا نهاية، على عكس ما حدث في اتفاق مثلا حرض في 67 حينما تم عقد اتفاق تاريخي بين الجمهوريين والملكيين، وتم وأفلت الملكيين من قبضة العدالة الانتقالية. أنا أعتقد على أنه في اليمن بعد انكسار هذه الميليشيات سيكون هناك عدالة انتقالية. العدالة الانتقالية لن تجرم فقط الأشخاص، وإنما ستجرم الأفكار، ستجرم التاريخ. ويجب أن يتم محاكمة الحوثيين على ثلاثة مستويات: أن يتم محاكمة الأشخاص على الجرائم التي ارتكبوها، أن يتم محاكمة الأفكار الذي تسلب الآخر حياته وكرامته، وأن يتم محاكمة التاريخ الذي يستقي منه هؤلاء سرديتهم التاريخية التي تعزز استعلاهم على المجتمع. أصبح يعني الشخص عندما يقف معهم من المجاهدين ومن أولياء الله وإلى آخر ذلك، وعندما يختلفون معه يصبح من المنافقين ويصبح قاطع طريق ويصبح لص ويصبح إلى آخره. وهذا كله طبعا في الأخير لا يبرر عمليات القتل الوحشية التي تمارسها هذه الجماعة بحق الخصوم. لسنا هنا لندافع عن خصومهم، قد ربما يكون لديهم أخطاءهم، وأكبر أخطاءهم هي الوقوف مع هذه الجماعة، لكن في الأخير هم لهم حق الإنسانية بأنهم يحاكموا، أو حتى إذا أعدموا يعدموا بالطريقة التي تعارف عليها الجميع بدون إهانة. إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ولا يزال السؤال، يعني لماذا هذه الوحشية في القتل؟ لماذا هذا التعامل مع الخصوم بهذه الفظاعة؟ على اليمنيين أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال ويعيدوا تقييمهم لهذه الميليشيا وما الذي تنتويه لهذا الشعب اليمني. ختاما أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وليد الأبارة، مدير مركز الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان، كنت ضيفا عزيزا في هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.